السلام عليكم. بالتفاصيل الكاملة، نظام الثانوية عامة الجديد ايه؟ وهل هيتطبق بداية من السنة دي ولا لا، بالذات على دفعة تالتة ثانوي؟ اول معلومة لازم تكون واخد بالك منها، سواء انت اولى او تانية او تالتة، ان النظام ده هيتطبق عليك بداية من العام الدراسي اللي جاي ده، اللي هو 24-25. دي اول معلومة. طب ايه اللي هيحصل بالتفاصيل الكاملة بقى بعد انتهاء مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهيكلة المرحلة الثانوية؟ هنا اول حاجة تخفيض عدد المواد واعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لتخفيف من اعباء الطلاب مع مراعاة نواتج التعلم. يعني المواد عددها هيقل، ده بقى بالتفاصيل الكاملة. اول حاجة بالنسبة لأولى ثانوي، دمج منهج الكيمياء والفيزياء في مادة واحدة أولى ثانوي اسمها العلوم المتكاملة، اللغة الأجنبية التانية، الجيولوجيا، علم النفس بالنسبة بقى للمراحل التانية، كل ده خارج المجموع. يعني فرنساوي، إيطالي، ألماني، جيولوجيا، علم نفس، علم اجتماع، كل ده بقى الموضوع. الخطة دي توافق عليها بقى من خلال حصل عليها توافق مجتمعي، يعني أوكي، بعد حوار مجتمعي شمل أطراف العمليات التعليمية كلها. طيب خلي بالكم بقى، قال كشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، عشان ما يبقاش فيه عبء عليه، عشان ما يبقاش فيه اي عبء عليك انت كطالب اطلاقا. طب نيجي بقى دلوقتي هنتكلم عن اولى ثانوي 2024-2025. طالب الصف الاول الثانوي هيدرس 6 مواد بدل من 10. يعني انت بدل ما كنت انت في اولى ثانوي بتدرس 10 مواد، بقوا 6. اولا كده ولا كده اللغه الاجنبيه الثانيه بقت خارج نطاق المجموع، يعني نجاح وسقوط بس زي الدين كده. كمان مفهوم العلوم المتكامله اللي هو الدمج اللي احنا قلنا ما بين الكيمياء والفيزياء، اعاده تصميم الجغرافيا عشان هتتلغي من الدراسه في الصف الاول الثانوي، يعني الجغرافيا ما تبقى ملغيه من الدراسه في اولى ثانوي، هتبقى ماده تخصص في تانية ثانوي بعد كده. طب انا بقى كاولى ثانوي هدرس ايه؟ يعني انا كطالب في اولى ثانوي دفعه 24-25 هدرس ايه؟ هدرس لغه عربيه، لغه اجنبيه اولى اللي هو الانجليش، تاريخ، رياضه، علوم متكامله، فلسفه ومنطق. تاني، لغه عربيه، انجليزي، تاريخ، رياضه، علوم متكامله، فلسفه ومنطق. كده بقينا 6 مواد، بالإضافة بقى للمواد اللي هي غير مضافة للمجموعة، اللي هي إيه؟ اللي هو الدين واللغة الأجنبية التانية، ده هتبقى مادة نجاح وسقوط. جميل جدا. طب نيجي بقى لسنة تانية ثانوي الأول. قال لك في سنة تانية ثانوي برضو اللغة الأجنبية التانية هي مادة نجاح ونصوب، أوكي، وهنستفيد بقى من الوقت اللي هيتفضل منها عشان نزود فترة اللغة الأجنبية الأولى وكده. أوكي، طب المواد اللي أنا هدرسها كتانية ثانوي بقى، يعني اللي هم 6 مواد اللي أنا هدرسهم، هتبقى إيه؟ عربي، إنجليزي، رياضة، أحياء، كيمياء، فيزياء. يبقى عربي، إنجليزي، رياضة، أحياء، كيمياء، فيزياء، وطبعا العمل عليها من 2024-2025. يبقى تانية ثانوي هتدرس تاني عربي، انجليزي، رياضة، احياء، كيمياء، فيزياء. ده المواد اللي انت الستة اللي انت هتدرسه، ده انت لو علم علوم. طب لو انا تانية ثانوي وانا شعبة ادبي، لو انا تانية ثانوي شعبة ادبي بقى مش علمي، هيبقى عربي، انجليزي، تاريخ، جغرافيا، علم نفس، رياضة. يبقى لو انا ادبي، عربي، انجليزي، تاريخ، جغرافيا، علم نفس، رياضة. ولو انا علمي، عربي، انجليزي، رياضة، احياء، كيمياء، فيزياء. علوم متكاملة دي في اولى ثانوي مش في تانية ثانوي. ماشي. طب نيجي بقى للمرحلة الاهم، الثانوية العامة، وبرضو من 2024-2025 العام الدراسي اللي احنا داخلين عليه. اللغة الاجنبية التانية، الفرنساوي، الجيولوجيا، وعلوم البيئة بقت نجاح وسقوط، يعني مش هتضاف للمجموع اطلاقا. جميل. طيب لو انا علم علوم بقى، لو انا شعبة علم علوم، هدرس 5 مواد، عربي ب80 درجة، انجليزي ب60 درجة، احياء
بستين درجة كيمياء، بستين درجة فيزياء، بستين درجة مجموع 320 درجة. طب لو انا علم رياضة، عربي بستين درجة، انجليزي بستين درجة، رياضة مكان الاحياء، رياضة مكان الاحياء بستين درجة، كيمياء وفيزياء كل واحدة بستين، العربي هو اللي بتمانين دايما. طب لو انا ادبي كده ولا كده، اللغة الاجنبية التانية نجاح وسقوط، وانت برضو هتدرس 5 مواد، عربي بتمانين درجة، انجليزي بستين، تاريخ بستين، جغرافيا بستين، احصاء بستين درجة. طبعا بالنسبة بقى للفلسفة وعلم النفس وعلم المنطق وعلم الاجتماع، دول اتوزعوا على اولى وتانية ثانوي، فخلاص مش هتدرسهم في تالتة ثانوي. دي التفاصيل الكاملة، سنة اولى ثانوي هتدرس 6 مواد، فيها دمج ما بين الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة اسمها مادة العلوم المتكاملة. انت في تانية ثانوي بقى تبدأ انك تتخصص وفقا للخطة اللي احنا قلنا عليها. تالتة ثانوي الجيولوجيا مش موجودة خلاص في المجموع، الغاء الجيولوجيا من المجموع، ولكنها موجودة كمادة نجاح ونصوب. اولى وتانية وتالتة ثانوي اللغة الاجنبية التانية اللي هي الانجليزي بقت خارج نطاق المجموع، يعني مادة نجاح وسقوط فقط. جميع التعديلات دي هيتم العمل عليها السنة دي بأمر الله تعالى 2024-2025.